ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أطلق الجيش الروسي صباح اليوم هجوما على عدد من المدن الأوكرانية، ودوت صفارات الإنذار، وسمع دوي انفجارات في العاصمة كييف ومدن أوكرانية قبيل فجر اليوم الخميس، ودخلت قوات روسية لقرى شرق أوكرانيا. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية عسكرية في أوكرانيا. ومن جانبها نقلت جريدة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤول أوكراني قوله إنه يعتقد أن مئات الجنود الأوكرانيين قتلوا في ضربات جوية وهجمات صاروخية روسية خلال الليل، كما تعرضت مباني رئاسية ومرافق عامة في العاصمة كييف لأضرار نتيجة القصف، في حين قالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن القصف الروسي أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر في كييف، كما أعلنت في وقت لاحق مقتل 7 أشخاص وإصابة 9 في قصف روسي. وهدد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرد فيما تتواصل ردود فعل الدول الغربية المنددة والتي قد تحمل دخول دول أخرى للحرب.